Secretary Blinken, Tony, welcome. وزير بلينكن، نرحب بك إلى القدس في زيارتك الأولى بصفتك وزيراً للخارجية. أخذنا نقاشات مطولة وأود أن أوجز الآن وأتحدث عن ثلاث نقاط. أولها هي الشكر لرئيس بايدن ولك على الدعم القوي لإسرائيل خلال دفاعها عن نفسها. ويجب أن أقول بأن الوزير بلينكن عام 2014 في منصبه السابق كانت لدينا جولة أخرى من المواجهات مع اعتداءات حماس، دعمنا من خلال تعزيز القبة الحديدية بربع مليار دولار. أنت شخصيا رأيت ذلك في النظام وأسرعت في تحقيقه، ونتذكره نحن ممتنون لك، وهذا عبر عن كثير الآن، خاصة مع تعزيزنا للقبة الحديدية التي أنقذت حياة المدنيين على الجانبين، ونحن ممتنون لذلك أيضا. نحن أيضا سنفي بالتزاماتنا بالدفاع عن نفسنا إذا ما أوقفت حماس التهدئة، وردنا سيكون قويا جدا، وناقشنا السبل العملي معا لمنع حماس من إعادة التسليح بأسلحة عدائية. النقطة الثانية وبشكل طبيعي هي إيران. ناقشنا العديد من المسائل الإقليمية، ولكن لا مسألة أهم من إيران. وأستطيع أن أقول لكم بأنني أملت بأن الولايات المتحدة أن لا تعود إلى اتفاق النووي السابق، لأننا نؤمن بأن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لأن يكون لديها ترسانة من الأسلحة النووية بشرعية دولية. كما كررنا بأنه مهما حصل فإن إسرائيل دائما تحتفظ بالحق للدفاع عن نفسها ضد نظام ملتزم بدمارنا وملتزم بالحصول على أسلحة الدمار الشامل لتحقيق هذا الغرض. النقطة الثالثة هي السلام. يجب أن نعمل معا لتوسيع التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، ونعمق اتفاقات السلام التي وقعناها. ناقشنا أيضا كيفية تحسين الحياة ومعيشة الفلسطينيين في غزة والوضع الإنساني، وحتى السؤال دار حول عودة المفقودين والمدنيين الاثنين هناك، وكذلك بناء النمو الاقتصادي للضفة الغربية مع التعاون الدولي والمشاركة الدولية. السلام في حد ذاته مع الفلسطينيين، السلام الرسمي، رئيس بايدن كان محقا تماما عندما قال بأننا لن نحصل على السلام إلى أن يعترف بإسرائيل على أنها دولة يهودية مستقلة، وهذا هو العامل الأساسي، وأنا أتفق مع رئيس بايدن تماما. وأنا سعيد جدا بالترحيب بك هنا أنت ووفدك في القدس، ولدينا الكثير مشاريع يجب العمل عليها، لدينا أهداف مشتركة من السلام والأمن والازدهار، وتطلع العمل معكم على هذه المسائل خلال هذه الزيارة. فمرحبا بك. شكرا دكتور رئيس الوزراء، شكرا جزيلا على استضافتنا اليوم، وأشكرك على محادثاتنا المطولة والجيدة، وتطلع لقضاء المزيد من الوقت مع بعض زملائنا، مع الوزير أشكنازي وغانتس، ولاحقا أيضا سنتحدث مع رئيس عباس وقادة الفلسطينيين الآخرين. رئيس بايدن طلب مني المجيء اليوم من أجل أربعة أسباب. أولا للتعبير عن التزام الولايات المتحدة لأمن إسرائيل والبدء بالعمل تجاه استقرار أفضل وتقليل توترات في الضفة الغربية والقدس، ودعم إعادة المساعدة الإنسانية وإعادة البناء الطارئة في غزة، ولإفادة الشعب الفلسطيني ولتعزيز علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطات الفلسطينية. الدبلوماسية خلف الكواليس يقودها رئيس بايدن بالعمل عن كثب مع رئيس الوزراء، ساعدت في تحقيق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، والآن يجب أن نبني على ذلك. يجب أن نبدأ بالاعتراف بأن الخسائر على الجانبين كانت كبيرة. الضحايا عادة ما يعبر عنها بالأعداد، ولكن كل عدد يمثل إنسانا، سواء ابنا أو
زوج أو أب أو جد أو أعز الأصدقاء وخسارة الحياة كما نعرف هي تمثل خسارة العالم بأجمع. عبرت لرئيس الوزراء شيء أوضحه للرئيس بايدن بشكل جلي خلال عمليات العنف. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل للدفاع عن نفسها ضد الهجمات مثل آلاف الصواريخ التي أطلقتها حماس بشكل عشوائي ضد المدنيين الإسرائيليين. وبالنسبة للرئيس وكما تعرفون جميعا هذا الالتزام شخصي وهو عميق وهو من أكبر الداعمين لإسرائيل خلال 50 عامنا الماضية وعمل عن كثب مع كل رئيس وزراء بدءا بجولدا مائير والآن مع رئيس الوزراء نتنياهو. وكما ذكر رئيس الوزراء خضنا محادثات مفصلة عن احتياجات إسرائيل الأمنية من ضمنها تعزيز القبة الحديدية وسنستمر بتعزيز كافة جوانب شراكتنا الطويلة وهذا يشمل التشاور مع إسرائيل كما فعلنا اليوم كما خص المفاوضات الجارية في فيينا حول العودة إلى اتفاق النووي وفي نفس الوقت نعمل معا لمكافحة نشاطات إيران المزعزعة للمنطقة. نحن نعرف أنه من أجل منع العودة للعنف يجب أن نستفيد من الفضاء الذي خلقناه لمعالجة تحديات ومسائل عديدة وهذا يبدأ الوضع الإنساني المزري في غزة والبدء بإعادة البناء. الولايات المتحدة ستعمل لحشد الدعم الدولي حول هذه الجهود و مع بذل إسهاماتنا الخاصة وبعضها سأعلن عنها لاحقا اليوم سنعمل مع شركائنا لنضمن عدم استفادة حماس من عمليات أو مساعدات إعادة البناء وفي نفس الوقت يجب أن نعمل لتوسعة الفرص للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية أيضا من ضمنها خلال تعزيز القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات والمساعدات والاستثمارات مثل هذه ستساعد في رعاية بيئة أكثر استقرارا تدور في مصلحة الفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين. رئيس الوزراء ناقشت معكم خطوات أخرى يجب أن يتخذها القادة على الجانبين لتحديد مسار أفضل من أجل مستقبلهم المشترك. وكما قال رئيس بايدن نحن نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين كلهما يستحقوا العيش بأمان وسلامة والاستمتاع بالحرية والفرص والديمقراطية وأن يعاملوا بكرامة. كما ناقشنا بعض العنف الذي اندلع في إسرائيل خلال الصراع ومعالجة هذه الجراح سيتطلب كل القيادات على كافة المستويات وقادة المجتمعات ونحن ممتنون للبيانات التي قدمها رئيس الوزراء الذي أدان الهجمات بغض النظر عمن استهدفوا. وفي بلادنا نحن الولايات المتحدة شهدنا اندلاع صادم لهجمات مضادة ومعادية للسامية كما قال رئيس بايدن هي مقرفة ويجب أن تتوقف. هناك الكثير من العمل الشاق أمامنا لاستعادة الأمل والاحترام وبعض الثقة عبر المجتمعات المختلفة ولكننا شهدنا البديل واعتقد بها أن هذا يجب أن يدفعنا جميعا لمضاعفة جهودنا للمحافظة على السلام وتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. دولة رئيس الوزراء أشكرك مرة أخرى على وقتك وعلى محادثاتنا الجيدة جدا وأتطلع للعمل كثيرا معكم. أشكرك أنت ورئيس على بياناتكم القوية ضد كل أعمال معادية للسامية. اتخذتم موقف جريئا وواضحا ونحن ممتنون لذلك وأعتقد بأن كل إنسان نزيح العالم ممتن لهذه الوقفة. شكرا جزيلا.